مساء الخير عليكم، معاكم السندي نبيل، سكند بريب، يونت 2. تمام. اول حاجة عندنا بالنسبة للساوند، نكمل. سوري، اللايت. اللايت عندنا لازم نعرف ان هو ترانسميت through different media. يعني ايه كلمة ترانسميت؟ ترانسميت عندنا يعني بيعدي، باس، هو باس through different media، هو بيعدي من different media. ازاي؟ لو انا عندي حاجه مثلا ترانسبيرنت، شفافه، زي ما انتوا شايفين، انتوا كلكم شايفين ايدي بوضوح، صح؟ يبقى لازم تعرف ان اللايت، الحاجه الترانسبيرنت، اللايت بيعدي منها بوضوح. It's a medium which permit. permit يعني allow. permit يعني allow. allow most light، بيعدي معظم النور منه. يبقى لو انا عندي حاجه شفافه، شفافه، معظم النور بيعدي منه، يبقى ترانسبيرنت allow most light. وكلمه most هنا عندي مهمه، most light to pass through it. تاني حاجة عندنا، لو أنا عندي نص شفافة بنقول عليها translucent أو semi transparent. semi يعني نص نص، يعني نص شفافة، semi transparent أو translucent، الاتنين زي بعض. لو عندي حاجة نص نص، طب ما أنا هشوف منها نص نص، وده معناه إيه؟ ده معناه إن هو allow part of the light أو some light، part of the light through it. تمام؟ والباقي ما بيعديش، عشان كده انت بتشوف الحاجة يعني نص شفافة. طب بالنسبة للحاجة الاوبيك، الاوبيك اللي حاجة الغامقة، لا، لو عندي بقى كرتونة، لو عندي حاجة بحط ايديا، لا انا ما بشوفش، ورا كتاب، يبقى هي doesn't permit light او doesn't allow light pass through it. طيب الحاجة الشفافة زي ايه؟ زي الاير، هوا، زي الووتر، بيور، كمان لازم تبقى بيور، الكاب، الازاز، كلير جلاس. طب الحاجة النص شفافة زي ايه؟ زي الفلينت جلاس، اللي هي زي بتاع الحمامات ده، التيشو بيبر اللي هو مناديل الورق، كل ده نص شفاف. طيب الحاجة الاوبيك، الحاجة الغامقة، زي البلانت ليفز، ورق الزرع بتاع الورق، سوري، الورق بتاع الزرع، الفويل بيبر، الفويل بيبر اللي هو ورق الفويل، السكين بتاعك، اكيد انت مش شفاف، لما حد يستظرف على حد يقول لك يا حبيبي انت مش شفاف، اه عشان احنا اوبيك. البوكس بقى وهكذا، احنا عندنا كل حاجه، حتى البلاك هاني اللي هو العسل الاسود او المولاسز. طب هل تقدر تشوف من الحاجه الشفافه؟ اكيد، ده انا ما اشوفش بس، ده انا بشوف كليرلي. كليرلي يعني ايه؟ بوضوح، انا هشوف وهشوف حلو قوي كمان. طب الترانسلوسنت، النص شفافه، تفتكر هتشوف منها؟ انت بص، بص على الصوره كده، هنا كده كويس، انا بعلم عليها، هنا انت شايف حاجه، بص كده، هنا انت شايف حاجه في الحته اللي انا مسحتها دي، شايف حاجه؟ اه انا شايف، بس انا شايف less clearly، اقل وضوح. اقل وضوح من ايه؟ من ده انا شايفاه حلو جدا، لكن ده اقل وضوح. طب هل انت شايف من ده؟ لا، ده انا كانت بي سين، انا استحاله اشوف حاجه، استحاله من المكان ده اقدر اشوف اي ايه، اي حاجه. يبقى خلي بالك من النقط اللي انا معليها كويس، ده بيعدي most light، ده بيعدي part of light، ده doesn't pass light. طب بالنسبة لهنا، طب أنا شايفة هنا كويس، هنا less clearly، أنا شايفة نص نص، هنا can't be seen، مش شايفة حاجة خالص. والأمثلة عندنا زي الهواء طبعا شفاف، التيشو بيبر المنديل نص نص، لو الكتاب يبقى opaque. تمام يا جماعة؟